أخبار اليوم. فنانين الاخبار محمد بيك، كباتن مصر كلها اللي موجوده، الفنانين الموجودين. الحقيقه النهارده يوم من الايام اللي احنا كان احد اهداف مركز شباب الجزيره واحنا بنعمله ان يكون عندنا هذا النشاط، والحقيقه انا سعيد جدا بيه وسعيد بالاولاد الموجودين. وعايز افكركم بس ان احنا من سنه تقريبا كان عندنا الافتتاح بتاع التصفيات الاولمبيه الخاص بتاع قناه الشرق الاوسط، واللي شرفنا فيها السيد الرئيس بالافتتاح الاولمبيه الخاص. وكان في نفس التوقيت ده في نفس اليوم كان عندنا الماراثون الصبح بتاع الشيخ زايد. نبتدي بس كل الاولاد والاولمبيات الخاص لمشاركتنا يوم الجمعه القادم ان شاء الله 18 ديسمبر في الماراثون اللي هيكون موجود ان شاء الله من مستشفى الجوي التخصصي لاستاد الدفاع الجوي. فكل حضراتكم مدعوين ان شاء الله صباح يوم الجمعه القادم 18 ديسمبر للمشاركه في الماراثون الخيري الموجود، واتمنى ان كل اولادنا يبقوا. انا اولا برحب بيكم جدا وبقول ان اليوم ده يوم مهم جدا على مستوى العالم، اللي هو اليوم الخاص بالمعاق والشعار اللي موجود اللي هو كلنا واحد. لكن انا عايز اقول ان احنا محتاجين ننفذ هذا الشعار داخل مركز شباب الجزيره. فانا كنت بتكلم مع المهندس ايمن عبد الوهاب دلوقتي بقول يا ريت يبقى في كل شهر في يوم مخصوص ان احنا نعمل كل انواع الرياضه لاولادنا من متحدي الاعاقه يقدروا يجوا يستخدموا مركز شباب الجزيره ده كل مره، كل شهر يجي يوم، كل صيف او مره في الشتاء ومره في الصيف نعمل اسبوع كامل لكل الانشطه بتاعتهم وكل مباريات سواء على حمام السباحه او في الملاعب او في الصالات المغطاه. وعايز اعتبره ان مركز شباب الجزيره ده اهم حاجات اللي احنا كنا مركزين فيها وواخدين بالنا قوي منها، ان احنا اولادنا من متحدي الاعاقه يكونوا موجودين هنا بشكل مستمر. انا برحب بيكم جدا وبرحب جدا بالاحتفاليه، وشايف ان مصر بتتقدم خطوات مهمه جدا في هذا المجال، وبقول ان احنا مستعدين في وزاره الشباب والرياضه نقدم كل الامكانيات سواء في القاهره او في المحافظات كلها حتى يستمتع اولادنا بكل المنشات الرياضيه. احنا عايزين نعمل رحلات لشرم الشيخ، عايزين نعمل رحلات لاسكندريه، لبورسعيد، لكل يعني ارجو تعتبروا ان وزاره الشباب والرياضه هي امتداد لكل الاولمبيات الخاص في كل الانشطه اللي موجوده، وان اولادنا يستمتعوا بكل الامكانيات اللي ممكن يستمتع بها اي حد تاني. بنقول الكلام ده بحق وفعلا بجديه، مستعد دي من النهارده نبدا في تنفيذ هذا. احنا بنعمل رحله ل 50,000 شاب وشابه الى شرم الشيخ، بدات النهارده كان الفوج الرابع، النهارده بالظبط كملنا 9,000 شاب سافروا الى شرم الشيخ، وان شاء الله مستمرين حتى نصل الى 45 الى 50,000. فانا بدعو ان يكون عندنا في كل فوج على الاقل يكون عندنا مجموعه من ابنائنا يكونوا يستمتعوا ايضا بشرم الشيخ، وعندنا اماكن جميله موجوده جدا هناك. هنسال المهندس ايمن عبد الوهاب يتم الترتيب لهذا، وزمايلنا في وزاره الشباب والرياضه يبتدوا يتابعوا كده مع وزاره التضامن الاجتماعي، وازاي يبقى كل الاشراك موضوع الدمج في المجتمع مش بس على الناحيه الرياضيه، لا والناحيه الثقافيه والسياحيه والاجتماعيه بكل شكل من الاشكال يكون موجود دمج اولادنا في المجتمع. بقول لحضراتكم كل امكانيات مركز شباب الجزيره وكل امكانيات وزاره الشباب والرياضه تحت امر الاولمبيات الخاص، ونبدا من دلوقتي. ويا ريت نحدد مثلا السبت الاول من كل شهر، الخميس الاخير من كل شهر، اي يوم محدد هنا يجوا اولادنا واولياء الامور اللي بيبذلوا مجهود كبير جدا يستمتعوا بمركز الشباب ويقدروا يخلوا اولادهم يشعروا ان هم متواجدين في وسط ابنائنا. بشكركم جدا وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نتقابل.